هذا الشكل أستاذة لينا اللي تحدثون بحضاراتكم عن مهرجان جرش، ونحن كعرب نعرف القيمة العليا لمهرجان جرش، حتى على مستوى المشاركات بالنسبة لبلداننا، الذي يشارك في مهرجان جرش تكون له بصمة عربية، وأيضا يكون في الصف الأول من النخبة. في بعض الأحيان هو سؤال مشترك، يكون هناك قصور لدى الكاتب ولدى المخرج ولدى المؤلف ولدى المسرحي بأن نصدر الأوبريتات الخاصة التي تحاكي الشعوب، كما يقولون أعطني خبزا ومسرحا أعطيك شعبا مثقفا، نستخدمها فقط في مهرجاناتنا في حين نحتاج تغذية أفكار الطفل والشعوب والمجتمعات والتخلص من بعض الأزمات التي تمر بها البلدان عن طريق أغنية، عن طريق أوبريت، عن طريق مسرحية بسيطة تحاكي وتكون أسهل من أن يكون خطاب سياسي. شوف، الدول التي تحتفي بالفنون وبتعطيها أولوية هي الدول المتقدمة. اسمحي لي بسبب بس اللي اسمحي لي بس تلينا، لأنه يمكن الصوت ينقل الحدث. اللي في فرقة من أحد الفرق التراثية موجودة تحت في الساحة بتغني، فممكن ده يبقى مسموع في الصوت. هذا لهجاني الأردني. فشوفي يعني التنوع، هي بتتكلم عن التاريخ والحضارة والأصول والفرقة موجودة كمان. هذه الموروثات اللي رائعين. تفضل. فكنت عم بحكي إنه ضروري يصير في تأسيس لفرق موسيقية وفرق مسرحية والشعوب المتقدمة التي تفكر بفنون. لأنه بتعطيها أولوية. إحنا يعني في اهتمام من الدولة أكيد، ولذلك في مهرجان جرش، لكن من أجل الاستمرارية وزي ما تفضلت تكون الثقافة والفنون في متناول الجميع، لازم يكون في مؤسسة للدعم عن طريق Arts Councils، مجلس فني، فند، هذول مجلس مراكز ثقافية للدعم، صندوق لدعم الثقافة، حتى يكون في استمرارية. يعني أنا بعرف إنه لأنه بنشتغل كتير مع فنانين من الدول العربية، في معاناة باستقطاب التمويل من أجل إنه يكون العمل الفني مستمر على مدى العام، وهي حلها بسيط، هي بس صناديق لدعم الثقافة، يعني يكون فيها تنافسية حتى أنت كمان تضمن إنه العمل السوي المحترم القوي الذي يحاكي الجمهور ويكون مستوى عالي يبقى. لأنه الفن صعب، يعني طبعا الفن مش زي أي مهنة تانية، إذا ما كان فيها تميز وإتقان وجمال لا يمكن أن تستمر. فإحنا بنطمح إلى هذا الدعم، وبنطمح أيضا للتشارك. إحنا كتير بنشتغل مع فرق من أوروبا ومن الولايات المتحدة، لأنه دولهم بتخصص فنز وأموال لهذا التشارك، أعمال مشتركة. إحنا العرب لازم يكون في عنا هذا التوجه، أن نقدم أعمال مشتركة فيها التونسي والمصري والأردني والعراقي والفلسطيني والسوداني واليمني. قليل جداً تجدوا أعمال مشتركة، مع أنه إحنا نشترك بنفس اللغة حقيقة، يعني كلنا بنفهم على بعض، يمكن لهجاتنا متنوعة وجميلة، لكن عندنا اللغة العربية الفصحى، ومع ذلك ما في هذا التآلف والتشارك الذي نطمح أن يكون أقوى حتى يكون مؤثر أكثر، مش فقط في العالم العربي، أيضا ناخذ رسالتنا للغرب، لأن صورتنا مشوهة إلى حد ما. والفن هو اللي له دور لإصلاح هذه الصورة، الفن هو السفير الجمالية.